في مناسبة هذا اليوم العالمي للعمل التطوعي تحتفل الجامعة بتدشين 6 مبادرات أطلقتها الجامعة، على رأسها منصة حائل للعمل التطوعي والتي تربط المتطوعين في المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة وتسجيلهم فيها. أيضا تم تدشين 5 مبادرات تطوعية في جناح الجامعة، وهي مبادرة هارون لتطوع المحترفين، وكذلك تدشين وحدة أصحاء للتطوع الصحي، وأيضا إطلاق حملة أنا متطوع لخدمة وطني، وكذلك تدشين حملتين ضمن مشروع رسل السلام، وهي حملة بيئتي التطوعية، وأيضا الحملة الثانية حملة الوسطية، رسل الوسطية أو سفراء الوسطية والاعتدال.